ريجيم رمضان إذا التزمت به ستخرج من رمضان مع فقدان 7 كيلوغرام على الأقل. قد يعتقد الكثير من الأشخاص أنه من الصعب اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن في شهر رمضان، ولكن بالعكس تماماً، فإن شهر رمضان هو فرصة ممتازة لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من السمنة، لأن الصيام يساعد على إعادة ضبط عملية التمثيل الغذائي في الجسم. وسنقدم لكم اليوم خطة غذائية لإنقاص الوزن بسهولة في رمضان دون الحرمان من أي شيء. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. خطة نظام غذائي لمدة 10 أيام لتساعدك في فقدان الوزن بدون حرمان في شهر رمضان الكريم. الخطة لمدة 10 أيام ثم يتم الإعادة حتى نهاية الشهر. اليوم الأول: السحور، نصف رغيف كثيف الردة زائد 4 ملاعق فول بالليمون بدون زيت مع قطعة جبنة حجم كف اليد، ملح خفيف زائد 1 زبادة يوناني أو بيضتان مسلوقتان زائد حبة بطاطس محمرة زائد 1 زبادة يوناني أو كوب من الحليب زائد شريحة واحدة من الخبز المحمص. الإفطار: حبة تمر، شوربة فراخ زائد ملح خفيف، ربع دجاجة بدون جلد أو شريحة لحم متوسطة، سلطة خضراء، ورقيات فقط، خس، جرجير، بقدونس، كزبرة، كرفس، 4 ملاعق أرز أو ملعقتان أرز مع قطعتان سمبوسة. وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح بعد 4 ساعات من الإفطار، قطعتين من البقلاوة حجم كف اليد. اليوم الثاني: السحور، ثمرة من التمر، بيضتان مسلوقتان مع نصف رغيف من العيش الأسمر أو 3 ملاعق جبن قليل الدسم، ويفضل قريش مع نصف رغيف بلدي، زائد خيار زائد طماطم زائد خس. الإفطار: 3 حبات من التمر، سمكتان مشويتان أو ربع دجاجة بدون جلد، 4 ملاعق أرز مسلوق، كوبان من الخضار المطهوي على البخار مثل الكوسة، الفاصوليا، البسلة، الجزر والذرة. وجبة خفيفة، طبق متوسط من البطيخ. اليوم الثالث: السحور، 3 بيضات مسلوقة يتم تشويحها في السمن البلدي زائد ملعقة جبن أي نوع زائد طبقة سلطة كبير، ورقيات فقط أو بيضتان مقليتان زائد نصف رغيف بلدي وأيضا قطعة جبن زائد زبادة. الإفطار: بدون تمر، نصف دجاجة محمرة بالسمن البلدي، تجنب الزيت المهدرج، زائد طبق سلطة كبير مكون من الورقيات فقط، الجرجير، الخس، البقدونس، الكزبرة الخضراء وأي ورقيات متاحة لديك، مع إضافة ملعقة زيت زيتون كبيرة على الطبق. وجبة خفيفة، كوبان من الشاي الأخضر مليء كف اليد مرتين وأي نوع مكسرات لديك. اليوم الرابع: السحور، طبق فول بالليمون بدون زيت مع نصف رغيف من الخبز الأسمر زائد ثمرة خيار وثمرة طماطم وحفنة من المكسرات. الإفطار: قطعتان لحم محمر زائد 4 ملاعق أرز مسلوق زائد طبق صغير شوربة عدس أو كريمة زائد طبق خضار مطبوخ أو قطعة مكرونة بالشاميل زائد طبق سلطة خضار ورقي. وجبة خفيفة، كوبان من الشاي الأخضر، قطعة كيك صغيرة أو قطعتان بقلاوة حجم كف اليد. اليوم الخامس: السحور، كوب من الشوفان المطبوخ مع كوبان حليب خالي الدسم، ثمرة موز، مكسرات حجم كف اليد. الإفطار: 3 حبات تمر، حبتان سمك مشوي زائد 5 ملاعق أرز مسلوق زائد سلطة ورقيات فقط زائد 3 قطع باذنجان مقلي، كوبان من الشاي الأخضر، طبق من الزبادة اليوناني مع عين الجمل أو اللوز. اليوم السادس: السحور، بيضتان مسلوقتان زائد ملعقتان من الفول زائد رغيف سن زائد خيار أو خس. الإفطار: حبة تمر، 4 ملاعق معكرونة مطبوخة زائد ملعقتان سمبوسة زائد طبق سلطة ورقيات فقط، قطعة لحم بحجم كف اليد.
وجبة خفيفة، كوبان شاي أخضر، كوبان الزبادة اليوناني مع رشة قرفة وثمرة الموز. اليوم السابع، السحور، 3 أكواب من الزبادة اليوناني مع عين الجمل والزبيب. وجبة الإفطار، 3 حبات تمر، طبق شوربة، لسان عصفور صغير، صدر من الدجاج المشوي، طبق من سلطة الخضروات. وجبة خفيفة، كوبان من الشاي الأخضر، طبق من الكانتلوب. اليوم الثامن، السحور، 3 تمرات مع كوب من عصير الفاكهة الطازج المفضل لديك، ويفضل أن يكون خالي من السكر، كوب زبادة يوناني. الإفطار، طبق شوربة كريمة، 200 غرام كبدة مشوية، خضار مطهي على البخار، طبق سلطة خضروات. الوجبة الخفيفة، كوبان من الشاي الأخضر، قطعة بسبوسة أو كنافة بحجم كف اليد. اليوم التاسع، السحور، 2 زبادة زائد رغيف سن زائد قطعة جبنة ما يعادل ملعقتين زائد خيار وطماطم وخس. الإفطار، 1/2 دجاجة زائد 4 ملاعق من الأرز المسلوق، طبق متوسط من الخضار المطبوخ أو طاجن زائد سلطة خضرة. وجبة خفيفة، طبق متوسط من سلطة فواكه بدون سكر. اليوم العاشر، وجبة السحور، 3 أكواب من شوربة العدس خالية الدسم زائد 5 قطع من الخب الأسمر المحمص. وجبة الإفطار، 3 حبات تمر، صدر دجاجة مسلوق أو قطعة لحم، طبق من السلطة الخضراء، 6 ملاعق معكرونة. وجبة خفيفة، كوبان شاي أخضر، كوبان زبادة يوناني، لوز ملء كف يد. وصايا هامة والمسموح حتى يأتي الرجيم بفعالية بحلول نهاية الشهر. أولاً، يجب الحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة قبل وجبة الإفطار أو بعد التراويح مثل المشي لمدة 40 دقيقة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون في الجسم. ثانياً، لا يجب أن تزيد عدد ملاعق السكر اليومية عن ملعقة في المشروبات. ثالثاً، لديك عدد مفتوح من المشروبات الساخنة بدون سكر، شاي أو قهوة أو نعناع أو قرفة أو زنجبيل أو يانسون إلى غير ذلك. إن التزمت بهذا النظام نضمن لك أن تفقد على الأقل 6 كيلو من الوزن خلال شهر رمضان. ولا تنسوا أن تشاركونا تجربتكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، على أمل أن نكون قد أفدناكم. أتمنى أن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.